قد يعتقد البعض أن مدينة شرم الشيخ هي مجرد وجهة سياحية مشهورة فقط، لكن في الحقيقة الأمر أعمق من ذلك بكثير، وهذا ما سنكتشفه معا في هذا المقطع. فمن الشعاب المرجانية الخطيرة والسفن الغارقة منذ سنوات طويلة والمخلوقات البرية والبحرية الخطيرة التي تنتشر هناك، إلى الشواطئ الخلابة والمحميات الفريدة والعالم الخيالي الموجود تحت الماء. لكن ليس هذا كل ما لدينا، حيث سنعرض لكم حقيقة الأكاذيب التي قيلت عن مكوث اليهود في شرم الشيخ سنوات عديدة، وفي النهاية سنتطرق إلى الملاهي الليلية وما يحدث فيها. قبل أن نبدأ الرحلة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. الشعاب المرجانية التي قد تقسمك نصفين. أول ما يجول بخاطرنا عند سماع اسم الشعاب المرجانية هي تلك المخلوقات البحرية ذات الألوان البديعة والأشكال المتنوعة الخلابة. لكن هل تساءلتم يوماً كيف تكونت هذه الشعاب؟ وما فائدتها؟ وهل هي ضارة أو لا؟ في حال أنكم تساءلتم ولم تجدوا إجابة كافية، فنحن اليوم سنجيبكم عن جميع الأسئلة. لنبدأ بالتكوين، تتكون الشعاب المرجانية من الشعاب المرجانية الصخرية، والتي تتكون من كائنات حية صغيرة استعمارية تسمى بالأورام الحميدة، حيث تجتمع هذه الكائنات حول الحجر الجيري مكونة الشعاب المرجانية. وهذه العملية لا تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تستغرق عشرات السنين، وما نراه اليوم في البحار والمحيطات هو نتاج ملايين السنين، وكلما زاد عمرها زادت صلابتها وقوتها بالطبع. أما عن فوائدها فهي عديدة، سنكتفي بذكر القليل منها. فهي تعمل على تخفيض درجة الحرارة حول العالم، وهذا لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو بنسبة 15%، وتوفر المأوى الآمن للكثير من الكائنات البحرية، كما تعد مصدراً مهماً للبروتين، وأخيراً تحمي السواحل من العواصف والأمواج القوية. وبالنسبة للأضرار، فالشعاب المرجانية بشكل عام تستهلك نسبة كبيرة من الأكسجين في الماء، وهذا بدوره يتسبب في نقص مقدار الأكسجين في الماء، وهذا يؤثر بالسلب على الكائنات البحرية الأخرى. كما يوجد هناك بعض الشعاب المرجانية السامة التي تمتلك خلايا لاذعة تصيب الضحية بالشلل، وهذا لا ينطبق على الحيوانات فقط بل وعلى البشر أيضاً، ولا يقتصر الخطر على السم القادر على قتلك في دقائق قليلة، ولكن على وجود بعض الحيوانات الشرسة داخل الشعاب، ومنها ما يمتلك أشواكاً حادة كافية لقصمك نصفين. ولسوء الحظ أن هذه الأنواع موجودة في البحر الأحمر. والأسوأ هو الشعاب المرجانية الحادة القادرة على خرق السفن الحربية والتجارية بكل سهولة، مما يتسبب في تسريب الماء داخل السفن وغرقها. والمثير أن هذه السفن الغارقة أصبحت من أهم المعالم السياحية في البحر الأحمر، حيث يذهب الغواصون وغيرهم من المغامرين للاستمتاع برؤية السفن الغارقة التي أصبحت منزلاً للشعاب المرجانية. كما أن هناك بعض السفن نصفها تحت الماء والنصف الآخر فوق الماء، كسفينة الغرقانة التي توجد في مدينة شرم الشيخ وتعد من أهم معالمها السياحية. مخلوقات يجب الحذر منها. من المستحيل أن تجد مكاناً إيجابياً بالكامل، فلا بد من وجود بعض السلبيات. ومن أهم الأشياء التي يجب عليك الحذر منها عند الذهاب إلى شرم الشيخ هي الحيوانات الخطيرة في البر والبحر. ونظراً لأنها مدينة جبلية، فلا بد من وجود بعض الأفاعي السامة كالكوبرا والطريشة، وهما من أخطر أنواع الأفاعي السامة في مصر. وعند النزول في الماء، وخاصة عند الشعاب المرجانية، ستجد هناك ساكناً غير مرغوب به، وهو السمكة التنين الحمراء أو دجاجة البحر كما يطلقون عليها. لا تنخدع بالمظهر، فخلف هذا الجمال الخلاب والألوان الزاهية 18 شوكة سامة جاهزة لاختراقك في لحظات. يبلغ طول الشوكة بين 10 إلى 20 سنتيمتراً، والسم قادر على جعلك تعاني لمدة 72 ساعة من الآلام المبرحة وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس وغيرها من الأعراض الخطيرة حتى بعد انتزاعه من الجسم. هذا بجانب هجمات سمك القرش المتكررة والغريبة. بركان ناري يرسم أجمل اللوحات. هل كنت تعلم من قبل بوجود جبال بحرية؟ حسناً، إليكم كيف حدث الأمر. عندما يثور بركان تحت الماء، سواء كان البحر أو المحيط، يترك أكواماً من الحمم البركانية التي تخمد، منها ما يصل إلى سطح الماء وهذا ما يعرف بالجزيرة، ومنها ما يبقى تحت سطح الماء ويعطينا شكل الجبال. ومثل هذا الجمال الفريد لا يصنعه إلا الخالق جل وعلا. ونجد أن هناك جبالاً ممتدة تحت سطح البحر الأحمر بشكل رائع يجذب الكثير لزيارته،
لكن هذه ليست الفائدة الوحيدة لها، فهذه الجبال هي موطن آمن للكثير من الكائنات البحرية كالسرطانات وشقائق النعمان والإسفنج والكثير من الأسماك ذات الأهمية التجارية. فهذه الجبال عادة ما تكون مقصداً للصيادين للحصول على أكبر قدر ممكن من الأسماك. شواطئ من وحي الخيال. عند البحث عن شرم الشيخ على محرك جوجل ستجد شواطئها الخلابة من أولى النتائج، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على روعة هذه الشواطئ وندرتها. فمن يذهب إلى هذه المدينة صدقاً سيشعر أنه في بلد أوروبي وليس في مصر. ومن أشهر وأجمل الشواطئ في شرم الشيخ بل وفي العالم العربي هو شاطئ الكروش، حيث يشتهر بمناظره الطبيعية الخلابة لجزيرة المارينا وتيران، ويمنح زواره فرصاً رائعة للاستجمام، كما يوفر العديد من النشاطات المائية الممتعة. فماء الشاطئ صافية وزرقاء وملائمة للسباحة والغوص، ولمحبي ركوب الأمواج ستخوضون تجربة لا مثيل لها على أمواج الشاطئ. ومن يبحث عن الاسترخاء سيجد هناك مسعى، حيث الاسترخاء تحت أشعة الشمس الجميلة مع جمال البحر والهدوء وغروب الشمس هناك يأخذك إلى مستوى مختلف تماماً من المتعة والراحة النفسية. ولا تقلقوا، فهو لا يحتوي على الكروش، فهذا مجرد اسم. وإذا أردت الذهاب للنوم في نهاية اليوم فستجد فندق سافوي على بعد كيلومتر من الشاطئ، وهو واحد من أجمل الفنادق هناك. كما تشتهر شرم الشيخ بشاطئ آخر باسم شاطئ رأس أم السيد، الذي له نفس مميزات شاطئ الكروش ولكن مع بعض الإضافات التي تجعله مقصداً للكثير من الأشخاص حول العالم، حيث توجد عدة فنادق فاخرة ومطاعم مميزة ومتاجر كثيرة لشراء جميع متطلبات الحياة، كل هذا بجانب وسائل المواصلات التي تجعل التنقل بين الأماكن سهلاً جداً، لذا غالباً ما تكون مقصداً لقضاء شهر العسل للمتزوجين. ومن المستحيل أن نتحدث عن شرم الشيخ ومعالمها دون التطرق إلى المحميات الطبيعية، وعلى رأسها محمية رأس محمد التي أطلق عليها الأمريكيون هذا الوصف أجمل بقاع الأرض أو جنة الله على الأرض، لما تحتويه من ثروات طبيعية وكنوز بيئية كالشعاب المرجانية الخلابة والحياة البرية الفريدة والجزر الرائعة. ليس ذلك كل ما في الأمر، فهي تحتوي على حفريات يزيد عمرها عن 75 مليون سنة، ونجد في الكهوف التي تكونت من الزلازل مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور البرية كالنوارس والصقور واللقالق والثعالب والغزلان والماعز الجبلي والأرانب الجبلية وغيرها، كما أنها تحتوي على صخرة الحوت التي ستأخذنا إلى قصة سيدنا موسى، وهذا ما سنتناوله في الفقرة التالية. أهم الأحداث التاريخية التي حدثت في شرم الشيخ. التاريخ المكذوب عن شرم الشيخ. تشرفت أرض سيناء بمرور العديد من أنبياء الله عليها، بداية من سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا يعقوب وسيدنا موسى وسيدنا عيسى إلى سيدنا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. وجميعنا يعرف أن التوراة نزلت على سيدنا موسى عليه السلام في الطور بسيناء، وهذه هي الأرض التي وصفها رب العزة بالبقعة المباركة وتجلى فيها سبحانه وتعالى. هل تذكرون مجمع البحرين الذي ذكره المولى في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى مع الخضر؟ فهناك اعتقاد كبير بأن مجمع البحرين هو محمية رأس محمد التي ذكرناها منذ قليل، بكونها نقطة التقاء خليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر وصخرة الحوت. وبما أننا نتحدث عن سيدنا موسى فلا بد من الحديث عن بني إسرائيل الذين تاهوا في الصحراء 40 عاماً، وهذه الصحراء هي صحراء سيناء بلا شك. لكن لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي تواجد اليهود فيها بسيناء، بل صنعت إسرائيل مستعمرة عفيرة بشرم الشيخ عام 1968 التي كانت مساكن لليهود أثناء احتلالهم لسيناء ظناً منهم أنها من حقهم، ولكن هذا الأمر لم يدم وخرج آخر واحد من اليهود منها بعد حرب 1973، وعادت سيناء كاملة إلى المصريين عام 1982. أسرار وخبايا في الملاهي الليلية لا تليق ببلد إسلامي. رغم كل ما ذكرناه عن سيناء ومكانتها في جميع الأديان، فإن ما يحدث على أرضها لا يقبله أي عاقل ذي أخلاق. فنحن لا نتحدث عن الرقص والسهرات المليئة بالموسيقى الصاخبة، بل نتحدث عن أمور أبشع من هذه بمراحل. فما يحدث في هذه الأندية مناف لجميع تعاليم الإسلام، فالفسق والزنا والجمع بين الأزواج وفتيات الليل متواجدون بشكل كبير في شرم الشيخ. وفي عام 2014
أغلقت 3 ملاهي ليلية وناد صحي بعد اكتشاف ممارسته الدعارة. والغريب في الأمر أنه لا يقتصر على المصريين فقط، بل هناك فتيات من دول أجنبية يعملن في هذه الأماكن كفتيات ليل، والله وحده يعلم ما يحدث خلاف ذلك في تلك الأماكن، فربما يكون هناك عمليات قتل لا يعرف عنها أحد شيئاً. وفي النهاية نتمنى من الله أن تنتهي هذه الأشياء السيئة من الأرض المقدسة، وتصبح المدينة بالكامل جنة الله على الأرض، وتكون شرم الشيخ أرض السلام بحقّ.